رحمه الله تعالى: والضاد من حافته إذ وليا الأضراس من أيسر أو يمناها. والضمير في حافته عائد على اللسان، وألف وليا ليست ألف مثنى، وإنما هي للإطلاق. وكان العرب عندما يترنمون بالشعر يشبعون الحركات، وأصل الفعل ولي. لاحظوا بارك الله فيكم كيف أنه تحت تأثير الهواء الضاغط الخارج من القصبة الهوائية يندفع رأس اللسان قليلا إلى الأمام، حيث يصل رأسه إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان، وأن كمية الهواء المحجوز خلف اللسان تربو وتزيد، حيث نلاحظ هنا أن الأسهم تربو وتزيد، ومن هنا سميت الضاد مستطيلة، لأن الهواء الذي فيها يطول ويصبح أطول مما كان عليه عند بدء نطقها. أض أض أض. وهكذا ننطق الضاد الساكنة. لاحظوا هنا بارك الله فيكم أن الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. هذه المربعات أمامكم، المربعات الزرقاء والمربعات الصفراء، جميعها منطقة التلامس بالنسبة لللسان، لكن المنطقة الصفراء فيها تلامس من غير ضغط، أما المنطقة الزرقاء ففيها تلامس وضغط واتكاء، ولذلك نفرق بين هاتين المنطقتين. لو اتكأنا عند نطقنا للضاد على المنطقة الصفراء فسوف يخرج معنا صوت دال مفخمة، وهذه نقطة مهمة. فمهما ضغط الإنسان على مقدمة فمه دال 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 لن يخرج معه ضاد، بل دال مفخمة، وليس في لغة العرب دال مفخمة، الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان. الصورة على اليمين هي للسان، والصورة على اليسار هي منطقة الحنك الأعلى والتي يقرعها اللسان عند النطق بالضاد. منطقة التلامس هي المنطقة الصفراء، والمنطقة الخضراء هي منطقة الضغط والاتكاء، ويكون الضغط والاتكاء محصورين من أدنى الحافة إلى أقصى الحافة. قال رحمه الله: والضاد من حافته، وحافته في الصورة هي المنطقة الخضراء. تبين لنا هذه اللوحة كيف يكون النطق الصحيح للضاد المتحركة. لاحظوا بارك الله فيكم أن الصوت الممثل أمامكم بأسهم سوداء يتوزع يمنة ويسرة، ولا يخرج من جهة مقدم الفم، أي لا يخرج من الجهة الصفراء، بل يتوزع على المنطقة الخضراء يمنة ويسرة. با با با. أما إذا كانت مضمومة دو دو دو، والمكسورة هكذا ضي ضي ضي.